بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الثالثة في الام ام ار، وهنا هنتكلم على السر الأخير من أسرار سبيكتروم، اللي هو السبين سبليتنج. البروتونز لما تبقى جنب بعض على كاربونز مثلا، بتبقى عاملة زي الماجنتس لما تبقى قريبة من بعض. الماجنت دوت ممكن يبقى مختلف عن اللي جنبه، لكن ليه تأثير عليه. العملية دي بتأدي إن بدل السيجنالز ما تظهر سنجلت كده شارب، ممكن يحصل لها سبليتنج. هناخد اكزامبل يوضح لنا اللي نقصده بعملية السبليتنج، إن السيجنال تتقسم. ناخد مثال، مثلا المركب اللي قدامنا دوت اللي هو فيه تو كاربونز، الكربون اللي على اليمين مثلا هنا هتلاقي عليها تو بروتونز، أما الكربون التاني اللي على الشمال دي عليها وان بروتون اللي هو الريد والجرين. زي ما أنت عارف من الاكويفالنسي ان البروتونز دول زي بعض عشان نفس الكربونه، لكن مختلفين عن الثانيه. ليه؟ لان الكربونه دي عليها واحده برومين، لكن دي عليها اثنين برومين اتومز. فبالتالي اتوقع ان المكان بتاع التو بروتونز دول هيختلف عن البروتون اللي هو الاخضر ده. طيب لما تبص للاستراكشر، تبص على البروتون الاخضر كده تلاقيه ظاهر، الله ده ظاهر سبليتد، مش ظاهر كسنجل بيك، ظهر على هيئة تلاتة بيكسز جنب بعض وليهم شكل. لو تلاحظ اللي في النص كبيرة شوية واللي على الجنبين صغيرين. على الطرف التاني اللي متشاور عليه بالأحمر دوت اللي هو إيه؟ التو بروتونز. التو بروتونز ظاهرين زي ما أنت شايف، مش سنجل بيك، ظهر على تقريبا تو سبليتد بيكس. الاتنين دول هنقول هنسميهم اسم كده نقصد عشان نعرف نوصفه، هنقول عليها الدبلت. فهي ظاهرة تو سبليتد سيجنالز، اللي هي المفروض كانت تظهر واحده، والثانيه اللي كانت تظهر واحده ظهرت ثلاثه. ليه الموضوع ده؟ عايز اعرف ليه دي ظهرت اثنين او دبلت، وليه دي ظهرت ثلاثه اللي بنقول عليها تريبلت. العمليه دي لان انا لو بصيت على الجرين بروتون دوت اللي هو ده وحطيت ايدي عليه، هلاقي جنبه كام بروتون على اليمين اللي هم من ريد بروتونز، هلاقي فيه اثنين. فتخيل ان هو بيعمل فليبنج في جنبه تو بروتونز بيغيروا او بيأثروا عليه. فالتو بروتونز دول ممكن يكونوا وهو بيعمل فليبنج الاخضر لقى التو بروتونز دول في نفس الاتجاه، يعني بيعملوا سبيننج في نفس الاتجاه، او معاه او في نفس الاتجاه ضده، او ممكن يعمل واحد يكون بيعمل سبيننج يمين والتاني شمال. الـ 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 وجود الاحتمالات دي، اذا انا عندي ثلاث احتمالات للبروتونز الحمراء، ولذلك البيك بتاعه البروتون الاخضر ده اللي انت شايفه هتظهر على هيئه ثلاثه سمول بيكس او سبليتد بيكس، فنقول عليها تريبلت. فلما انا عايز اعرف البروتون بيظهر شكله ازاي، ابص على الدايركتلي كونكتد بروتون نير باي بروتونز اللي جنبهم. فالبروتون الاخضر ده جنبه كام بروتون؟ اثنين، يبقى اروح ضايف عليها واحد، يبقى اثنين زائد واحد تبقى ثلاثه، يبقى ده هيظهر تريبلت. طب بنفس الطريقه دي لو بصيت على البروتونز الحمر دول، التو بروتونز اللي هم اتش بي دول، هحط ايدي عليهم هلاقي جنبهم كام بروتون مختلف اللي هو ايه؟ 1 بروتون. ما دام 1 يبقى 1 زائد 1 تبقى تظهر دبلت. العمليه دي اللي هي عمليه السبليتنج دي معناها ان البروتونز بتحس باللي جنبها، ودي اللي هتعلمني او تعرفني ازاي اعرف الاستراكشر بتاع المركب ازاي، انه من شكل البيك بيظهر السبليتنج بتاعها ازاي اقدر اعرف مين جنبها. يعني البروتون الاخضر لانه ظاهر تريبلت، يبقى اذا جنبه كام بروتون؟ ثلاثة ناقص واحد، يبقى اثنين، يبقى انا جنبي سي اتش 2. اما البروتونز الحمر دول اللي هم اتش بي دول ظاهرين دبلت، الله دبلت، يبقى ايه اللي جنبهم كام بروتون؟ جنبهم 1 بروتون. يبقى السبليتنج من الحاجات اللي انا لما اجي اقدر افسرها هعرف الكونكشنز بين الكربونز. ودي ليه؟ لان السبليتنج بيقول لي ان البروتونز اللي مختلفه عن بعض، يبقى البروتونز لازم تكون في الاول مختلفه، يعني ما ينفعش اقول هيحصل سبليتنج بين بروتونز شبه بعض، لان البروتون الايكويفالنت هيطلعوا يعملوا فليبنج مع بعض. الفكره ايه؟ ان ده بيعمل فليبنج، التاني ما مش هيحصل له فليبنج بس هيأثر عليه. دول هم بيعملوا فليبنج يعني يظهروا، التاني مش هيظهر معاهم ولكن السبيننج ستيت بتاعه هيأثر عليه. يبقى اذا السبليتنج ده بيحصل نتيجه لايه؟ لانتر اكشن بين البروتون اللي بيحصل له فليبنج والنير باي بروتونز او البروتونز اللي جنبه نيبورز. فالافكت بتاع النيبورز ده هو اللي هيظهر على هيئه سبليتنج.
يبقى ولو تلاحظ كل السبيكترا اللي انا شرحتهم في المحاضره الاولى او في الثانيه كانوا كلهم سنجلت. ليه؟ كان البروتون ما فيش جنبه اي حاجه نير باي بروتونز او نيبورز. طيب ها ايه شروط ان يحصل سبليتنج عشان البروتون يحس؟ اول حاجه المسافه بين البروتونز ما تعديش 3 بونز. لو بصيت على البروتون الاخضر كده ولغايه البروتون الاحمر هم دول اللي عملوا سبليتنج دي، هتبص تلاقي المسافه ايه؟ سنجل بوند اهي، سنجل بوند اهي، سنجل بوند، يبقى 3 بونز ما عدتش الثلاثه. طول ما هي ما تعديش الثلاثه يبقى ممكن يحسوا ببعض. وده ده زي الماجنتس، الماجنت لو بعيد مش هياثر على الماجنت اللي جنبه، لكن لما يكون قريب ينفع. المسافه ما تزيدش عن 3 بونز سيجما بونز. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه البروتونز عشان تعمل سبليتنج لبعض لازم تكون مختلف، لازم يكون نان ايكويفالنت بروتونز، عشان اذا حصل فليبنج دي التانية مش هتبقى بيحصل لها فليبنج. فبالتالي ايه الشرط التاني؟ انه يبقوا نان ايكويفالنت. تالت حاجة ما يكونش سيبريتنج بينهم هيترو اتوم، يعني لو كانت ان السي دي كلها كده كانت او يبقى هتبقى متحقق فيها كل الشروط، الاتش دي غير دول، المسافة 3 بولز، لكن اللي بينهم هيترو اتوم اكسجين او نيتروجين، ده بيمنع سبليتنج في اغلب الحالات مش كلها. يبقى الهيترو اتومز بتبقى سيبريت، عشان كده اغلب الهيترو اتوم يعني في اغلب الاحوال البروتون اللي على الهيترو اتوم لا يعمل سبليتنج ولا يحصل له سبليتنج، بس ده مش في كل الاحوال طبعا. خلينا في الاغلب العام. فبالتالي السبليتنج عشان يحصل اول حاجه ان البروتونز اللي بتعمل سبليتنج ما تكونش كويفالنت، تاني حاجه المسافه ما تزيدش عن 3 بونز، تالت حاجه يبقى ما فيش بينهم هيترو اتوم تمنع السبليتنج. هيترو اتوم مقصود بيها الاكسجين والنيتروجين، تمام؟ طيب السبليتنج بيتم ازاي؟ ده الكلام ده اللي هو السمبل سبليتنج. السبليتنج بيتم ازاي؟ قال لي عايز اعرف البروتونز هتظهر ازاي؟ اسهل حاجه حط ايدك عليها عشان تعرف ما تتلخبطش، شوف جنبها كام بروتون، على بعد كام؟ على بعد 3 بونز، ادي 1 2 3 في 2 بروتون، يبقى القاعده ان زائد 1 في حاله ايه؟ السمبل سبليتنج. ان يعني عدد البروتونز 2 زائد 1، يبقى دي تظهر تريبلت الخضراء. طب الحمراء دول احط ايدي عليهم كده جنبهم كام بروتون على بعد 3 بونز؟ 1 بروتون، يبقى 1 زائد 1 2، فظهرت دبلت. فالقاعده ان زائد 1 دي لما يكون طبعا ايه؟ البروتونز من 1 سايد، دي بيسموها ان زائد 1 رول. يعني لما يكونش جنبي اي بروتون خلاص انا اظهر سنجلت، لكن لما جنبي بروتون واحد اظهر دبلت، والرمز بتاعها دي سمول. او 2 بروتونز تريبلت، وممكن ارمزها بالتي وهكذا. لو 3 بروتونز كارتت وكوينتت وسكستت وسبتت وهكذا، دي قاعده ان زائد 1. الشكل برضو البيكس لما بتحصل لها سبليتنج، لو هي سنجل هتبقى 1 بيك، لو هي 2 دبلت يبقى هتبقى بنسبه 1 الى 1، يعني تقريبا متساويين السبليتنج بتاعهم. بنسبه 1 الى 2 الى 1 لو كانت ايه؟ تريبلت، يعني اللي في النص هتبقى ضعف الاثنين اللي على الجنب. ده اسمه الباسكال تريانجل، ده اللي بيتوقع عليه نسب مش هطول كتير، بس ده شكل الايه؟ السبليتنج. طيب الكابلنج ناخد عليه امثله قبل ما نتكلم على ازاي بيحصل في حاجات سوري ناخد نبدا بالاسهل شويه الايثايل جروب. فلو خدت مثلا الايثايل بنزين هلاقي ان الايثايل بنزين فيه كام؟ فيه 10 بروتونز CH3CH2 والخمسه الاروماتيك. مش هنتكلم على الخمسه الاروماتيك عشان ده مش سمبل سبليتنج دلوقتي، انا يهمني ابص على CH3 والCH2. CH3 لما تبص دول زي بعض 3 بروتونز، CH2 زي بعض لكن مختلفين عن CH3، يبقى ده هيظهر في مكان وده هيظهر في مكان. CH3 ظهرت عند 1 و2 ولا 1.3، ده الشيء الطبيعي لل CH3 لانها مش متصله بحاجه هايلي الكترون وثرون. لكن السي اتش 2 اختها متصله بالبنزين رينج السي بي 2، تظهر عند كام؟ 2.5 زي ما قلنا. فعلا تقريبا. طيب الانتنسيتي ثاني حاجه، ثالث حاجه الانتنسيتي السي اتش 3 دي ايه؟ دول ثلاثه اهو، المسافه الطول ده قد دي مرتين ونص، 3 ل 2 يعني مره ونص. لما نيجي نبص لل يبقى دي 3 بروتون ودي 2 بروتون وطبعا الارومات الخمسه. طيب الشكل بقى لو انت كبرت دي هتلاقيها عباره عن تريبلت 1 2 3 تريبلت، والثانيه كورتت 1 2 3 3 1، تمام؟ طيب ايه اللي مخلي دي تريبلت وايه اللي مخلي دي كورتت؟ دي سي اتش 3 بص عليها كده حط ايدك عليها جنبها كام بروتون؟ 2، يبقى القاعده بتقول ان زائد 1 يبقى 2 زائد 1 تبقى تريبلت،
ولذلك الـ CH3 ظهرت عليا التريبلت. طب الـ CH2 كان بها 3 بروتونز، طب الـ 3 بروتونز زائد 1 يبقى 4، يبقى تظهر كوارتت. ولذلك الـ CH3 CH2 ما دام مفيش جنبها حاجة هنا هتظهر ايه؟ دي تريبلت ودي كوارتت، ودي ظهرت عند واحد ودي ظهرت عند اثنين، وايه؟ واحد وشوية ودي اثنين وشوية، تمام؟ فدي زي الفورك، فورك فيها 3 وفورك فيها 4 الـ CH3. يعني انا لو هنا في OH مثلا مثلا هتظهر بنفس الطريقة مثلا. طب ليه ما حصلش سبليتنج بين السي اتش 2 دي او كابلنج؟ كلمه سبليتنج او كابلنج يعني انتر اكشن بينها. بين السي اتش 2 والاروماتيك هتلاقي المسافه اكبر من 3 بين الاتش دي لغايه اقرب اتش دي. السبليتنج بتاع الاروماتيك ده بنسميه كومبلكس سبليتنج، هنتكلم عليه بعد شويه. ادي مثال الايثايل سبليتنج تريبلت وكورت، طول ما فيش حاجه جنبها تاني. طيب نبص تاني على مثال تاني، الايزوبروبايل جروب اللي هو CH3 CH3 CH، وهنا CH3. الاول انا عندي كام بروتون في المركب ده؟ عندي 10، 3 CH3s، 2 منهم زي بعض نقول عليهم equivalent، ودي مختلفه عنهم ودي CH. نراجع بقى اللوكيشن CH البوزيشن، CH3 دي بتظهر فين؟ ده متصل بالSP2 كاربون، يبقى دي تظهر عند 2.5 مثلا او كده. طب CH3s دول الست بروتونز دول زي بعض متصلين بنفس الكربونه، ودول سي اتش 3 عاديه يبقى من اخرهم 1.5. طب السي اتش دي لا دي متصله بكربونين، يبقى تظهر عند كام؟ برضه نفس القصه 2 ل 2.5، تمام؟ طيب يبقى انا عندي 3 سيتس، 3 جروبس. الثلاثه جروبس دول اول واحده السي اتش 3 دي، الله ده ما فيش اي بروتون جنبها على بعد 3 بونص، يبقى تظهر ايه؟ سنجلت، الله وهي تظهر عند كام؟ عند 2.5. مين السنجلت في دول؟ دي، يبقى دي عشان كده ظهر السي اتش 3 هنا اهو. هو ظهرت عند 2.5 2 وحاجه ليه؟ عشان متصل بكربونيل. ظهر سنجلت ليه؟ ما فيش جنبها بروتونز تعمل لها كابلنج او سبليتنج، تمام؟ على النقيض السي اتش 3 دول الست بروتونز دول الاثنين سي اتش 3 دول هيظهروا عند كام؟ 1.2 ده البوزيشن الطبيعي. و لان جنبهم سي اتش 1 بروتون يبقى يظهروا ايه؟ دبلت. فانت لو كبرت دي زي ما انت شايفها مكبرها لك طالعه دبلت وبنسبه 1:1 على قد بعض. اما لو بصيت للسي اتش دي هتلاقيها ظهر عند كام؟ 2 وشويه، اعلى شويه من ايه؟ من الثاني 2.5. وعشان السي اتش دي جنبها كام؟ 3 و3 6، يبقى يلا نجمع يا دكتور. عشان دول زي بعض نقول 6 زائد 1 6، تظهر الستات لما تكبرها هتبان. ممكن لو ما كبرتش تاخدش بالك من الاثنين اللي على الطرف، هو كل ما بينزل بيبعد عن المركز بتلاقي نسبه الايه؟ البيك تقل. فبالتالي ده الباسكال ترينجل بتاعها. يبقى هتظهر السي اتش دي هتظهر ستات 7، ليه؟ عشان كده 6 زائد 1. طب السته دول هيظهروا ايه؟ تابلت، عشان جنبها بروتون واحد. طب السي اتش 3 دي هتظهر ايه؟ سنجل. يبقى انا كده بدات اتعلم السبليتنج، الله. طب انا تخيل لو المركب ده مش معايا الاستراكشر بتاعه ولقيت هنا دبلت، يبقى على طول هقول البيك دي وات ايفر فيها كام بروتون جنبها 1 بروتون. يبقى بدا يديني فكره عن اللي جنبه، ولذلك السبليتنج مهم جدا انه بيعمل لك كونكشن. الله، يبقى السي اتش 3 دي سوري البروتونز دول جنبهم سي اتش. طب فين الاتشايه اللي ممكن تبقى موجود؟ الله ده دي 1 اتشايه 1 اتش، يبقى الله وظهرت ستات، يبقى دي جنبها 6، يبقى هي سي اتش عملت دبلت للي جنبها واللي جنبها عملت، يبقى دول 2 سي اتش 3 جنبهم ايه؟ سي اتش، وده الايزوبروبايل جروب. طبعا دي سنجلت يبقى مفيش جنبها بروتونز. نيبرز. التدريب على تفسير السبليتنج هيدي لك فرصه للكونكشن. انت المرحله الاولى ممكن تعرف ايه؟ والله انا عندي هنا 6 بروتونز، عندي 3 بروتونز، عندي 1 بروتون، والله دي في مكان الطبيعي، يبقى ده ممكن تكون سي اتش 3 سي اتش 2 وهكذا، 2 سي اتش 3 او 3 سي اتش 2، ودي 3 بروتون، يبقى دي ممكن لازم تكون سي اتش 3 ومش والثانيه سي اتش، يبقى انا عرفت ايه الاجزاء، عايز اوصلهم، يبقى السبليتنج اللي هيقول لي كده، لان ما دام دي دول 6 2 سي اتش 3، صح كده؟ جنبهم اتش اي يبقى سي اتش، الله، يبقى كده الايزوبروبايل. طب ما دي لازم تطلع 7 على الاقل. لان ليه بقول على الاقل؟ لان تخيل ان الكربونيل دي مش يعني موجود في هنا كمان سي اتش 2، الله، كانت هتبقى في 6 هنا ومن الجنب ده 2. لما يكون كذا جنب اعمل ايه؟ قال لي لو هم متقاربين او يعني شبه بعض يبقى ان زائد ان داش زائد 1، تمام؟ زي حاله اللي احنا قلناها من شويه.
طب لو مش زي بعض يبقى اعد كل جنب لوحده اضيف عليه واحد، يعني من الجنب ده مثلا في 3 بروتون، من الجنب ده في 2 بروتون، يعني تخيل انا عندي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2، السي اتش 2 اللي في النص تظهر ايه؟ من الجنب هنا سي اتش 3 ومن جنب هنا سي اتش 2، سي اتش 3 يعني 3 بروتون زائد 1 تبقى 4، والثانيه 2 زائد 1 تبقى 3، 3 في 4 ب 12، يبقى السي اتش 2 اللي في النص تظهر 12، بس ده الماكسيمم نمبر اوف سمبل سبليتنج. يبقى السبليتنج قواعده كالاتي، السبليتنج بيقول لي ان البروتون عشان يظهر بيتاثر باللي حواليه، فلو اللي حواليه من جنب واحد تبقى القاعده ان زائد واحد، لو الجنبين زي بعض equivalent تبقى ان زائد ان داش whatever، يعني العدد زي بعضه يبقى زائد واحد، لو الاثنين الجنبين او الثلاث جوانب مش زي بعض يبقى احط على كل عدد واحد واضربهم في بعض، ليه ان زائد واحد في ان داش زائد واحد whatever العدد التاني، تمام؟ مع الوقت ده توقعي من الاستراكشر، وكذلك لما اجي اعكس ابص على سبيكترم هبدا افكر بالطريقه دي، تمام؟ طيب في حاجة تانية محتاجين نفهمها، في حاجة اسمها الكابلنج كونستانت. ايه الكابلنج كونستانت؟ لما بيحصل سبليتنج للتو بيكس ويظهروا مثلا وان بيك هتبقى دبلت، بيبقى المسافة اللي بينهم دي نقول عليها كابلنج كونستانت. المسافة دي بتتأثر بإيه؟ بعملية السبليتنج، بتديني برضو معلومات يعني. فمثال مثلا لو الكابلنج بيتم بين اتنين بروتونز على سيجما على سيمبل الكي مثلا زي ده اللي هو السيمبل سبليتنج، بيبقى الكابلنج كونستانت المسافه دي 7 هرتز. اما لو كان الاتنين بروتونز دول اللي بيعملوا كابلنج دول كانوا بتوع الكين سيز لبعض، الكابلنج كونستانت بيبقى 10. انا اكبر شويه منين؟ من الايه؟ الفري روتيشن ده. لو ترانس لبعض، وده متثبت بقى يعني ده جيومتريكال ايزومريزم، الترانس بيبقى الكابلنج بين الاثنين بروتون بتوع الترانس 15 هرتز، يبقى المسافه اللي بين يعني لو هيعمل دبلت المسافه بينهم يبقى اكبر من المسافه بين 10. عين البني ادم تقدر تميز المسافات دي، يعني هتلاقي المسافه اكبر في حاله الترانس عن السيز. الله، يبقى لان ممكن استخدمه اعرف بيه السيز من الترانس. ممكن، ودي من الميزات بتاعت النمو. فدي اصعب في الاي ار لكن اسهل بكتير، يعني ان انا لو قست الكابلنج كونستانت او المسافه اللي بين السبليتس بتاعت البروتونز بتاعت الترانس هي اكبر من المسافه، وهنشوفها دلوقتي في اكزامبل، تمام؟ في بقى لو كانوا البروتونز بتوع الجيمينال هتلاقيهم ايه؟ صغيره جدا، بس ده في حاله الالكين. الجيمينال بروتونز اوف الكين بيبقى كابلنج كونستانت 2، قياس الكابلنج كونستانت 1. طب في حاله الاروماتيك، الاروماتيك السبليتنج بتاعه هنقول عليه كومبلكس سبليتنج، يعني انا لو تفتكر في السمبل سبليتنج قلت لك ده هيعمل سبليتنج لده في حاله ان الاثنين يكونوا ايه؟ مختلفين، المسافه اقل من 3 وهكذا، والسبليتنج هنقوله ده رفلي 7 ده اللي هو ايه؟ النورمال. اما في حاله الاروماتيك السبليتنج بيحصل على اي بروتونز مختلفه على ايه؟ على الرينج، مش شرط المسافه. طيب لو كان المسافه لو كانوا الاثنين قرصوا لبعض كده البروتونز هيبقى الكابلنج كونستانت 8. طب لو ميتا لبعض صغير جدا 2، لو بارا اولموست زيرو. طبعا هو في اجهزه ممكن تقيسها بس بنتلاشاها في المستوى بتاعك، يعني يبقى حاجه بسيطه ما تتقاسش، تمام؟ دول اهم كابلنج كونستانت. فانت متخيل ان انت برضو ممكن تعرف القرص من البارا من البتاع ده، وهنتكلم عليها بعد شوية، يعني مثلا هدي مثال على طول. طيب خد الاكزامبل ده، شايف ده الجزء بتاع ال ان ام ار اللي بيوضح الاروماتيك بروتونز، تمام؟ فانت مثلا مثال اخر واحد من تحت ده هتلاقي الرينج عليها كام بروتون؟ 2، بيظهروا طبعا من 7 قلنا من 6 ل 9 من 6 ونص 9، تمام؟ التو بروتونز دول مختلفين ولا زي بعض؟ مختلفين، لان ده بقى جنبه النيترو وميثوكسي والتاني جنبه ميثوكسي وسيانو، فالاثنين مختلفين عن بعض. يبقى ممكن يعملوا سبليتنج لبعض؟ ممكن، بس دول قلنا البارا ما يعملش، كانهم ما عملوش لبعض سبليتنج فعلا. في واحد عند ظهر هنا سنجلت والتاني ظهر ايه؟ سنجلت، يبقى ده بروتون وده بروتون. الشاطر بقى يقول لي مين فيهم يعني مين البروتون ده ومين البروتون ده؟ الذكي هيفكر ازاي؟ هيقول والله لو البروتون اللي جنب النيترو
هيبقى هايلي دي شيلدد، لان النيترو الكترون از دراوينج جروب سترونج، فهتقلل الالكترون كلاود على البروتون ده، وبالتالي هيبقى هو اللي ايه عند رقم اعلى 7 و 8 و 10 و 19، ده الدي شيلدد. اما البروتون الثاني جنبه سيانو اقل شويه في الالكترون سترونج افكت، فبالتالي البروتون عليه الكترون كلاود اعلى شويه يبقى شيلدد اكتر، يبقى هو ده اللي ظاهر هنا. يبقى انا حتى من المكان ممكن اعرف الاستراكشر، بس ظهر ليه هي دي القول في النقطه دي، ليه ظهر سنجلت كده كل واحد؟ لان التو بروتونز بارا تو ايتش اذر. طب في المثال ده الرينج عليها تو بروتونز اهو برضه، بس متى؟ تو ايتش اذر، فطبعا كل واحد ودول مش زي بعض، فكل واحد يظهر لوحده، ولانهم متى ده هيعمل ده كابلنج وده هيعمل ده كابلنج، ده كومبلكس اروماتيك كابلنج. طيب ده واحد بروتون، يبقى ده واحد بروتون جنبه متى ليه واحد، يبقى يظهر دبلت او فعلا دبلت، والتاني دبلت. الشاتل بقى يقول لي مين فيهم، يبقى اتنين دبلت. وشوف المسافه صغيره، لو قارنتهم بالمثال التاني اللي هم اتنين قرص لبعض هلاقي بص المسافه كبيره، عينك العين الانسانيه تقدر تميز على طول، اه دول قرصه، ده الكابلنج واسع، يبقى التو بروتونز دول كانوا قرص لبعض، لكن هنا المسافه صغيره، ده 2 هرتز، يبقى ايه؟ اه يبقى دوت ميتا كابلنج. يبقى بالتالي الكابلنج نوعين، في سمبل كابلنج او سمبل سبليتنج، وده اللي حكيناه في الاول اللي هو بيمشي بقاعده ان زائد واحد، وده اللي هو بيعتمد على مسافه 3 بونز، وده اللي في الالفاتيك، وبعد كده في الكابلنج بتاع السيز والترانس اللي حكيناه، وبعد كده في كمان الاروماتيك. تمام؟ احنا هختم هنا هو الجزء الكابلنج، والمره الجايه ممكن نعمل الابلكيشن ونعمل شويه ايه اضافات للكومبلكس سبليتنج. يعني الشرح محتاج تدريب، والتدريب بيطلع الاخطاء وبيظبط الامور. لو تلاحظوا المحاضره الاولانيه انا اتكلمت على اكتر على البوزيشن، المكان بتاع البيكس، شكل البيكس، عددها، الكلام ده. والسبليتنج المره دي محتاج تدريب اكتر. المره الجايه نحط الاكسامبلز ان شاء الله ونبدا ايه نشوف عليها شكل سبيكتروم. تمام؟ ارجو ان انت تعيد الجزء دوت تاني وتالت، تبدا يعني تحضر اسئلتك، يعني ايه سبليتنج، يعني ايه بيحصل ازاي، سيمبل سبليتنج يعني كابلنج كونستنت، الكلام ده كله تحاول تدركه لما تشوف طبعا السبيكتروم، الامور هتبقى اوضح واسهل ان شاء الله. منتظر الجزء الرابع عشان نبدا نحط رجلينا على examples و applications ان شاء الله. سلام عليكم.